يلا شباب، موضوع مهم جدا مهم يمشي وياك طول حياتك. انتبه جاي يمي راح اشرحه وإلى دخل بإيه في الشرطية. إيه في الشرطية هسه راح اخذها، ما تقدر تحلها اذا ما تعرف هذا الموضوع، المضارع البسيط. ماشي، بريزنت سمبل، المضارع البسيط. القاعدة مال تفاعل مفرد، فاعل شنو؟ مفرد، يجي وراه فعل مضاف إليه اس زائد تكملة. اكو غيرهن؟ فاعل مفرد، جاي اقول فاعل مفرد. هسه طالب يسأل يقول شنو فاعل مفرد؟ يعني هي شي ات علي احمد جاسم ماي فريند ماي فادر ماي تيشر ماي سيستر ذا بوي ذا جيل، اي فاعل مفرد، مفرد فاعل مفرد. واضح؟ اذا فاعل جمع، فاعل جمع والضمير اي، الفاعل جمع والضمير اي، ايش يجي وراه؟ فعل مجرد خالي من اي اضافه. هذا المضارع البسيط، تحفظه ماكو غيره. اذا فاعل مفرد ركز لان راح اسالك، اذا ما فاعل مفرد يجي وراه فعل مضاف اليه ايش؟ راح اخليه هيك. شكو فعل، يشوف الفاعل مفرد هي، الفعل يجي وراه ضيف له اس. شي اس، ماي فادر اس، ساره اس. واضح؟ يعني فعل يجي وراه فعل، والافعال هي بلاي جو رايت سبيك. امول جيبي لي مي بارد، ميت من العطش. يلا بسرعه. ماشي، اذا فاعل جمع والضمير اي، اذا فاعل جمع والضمير اي يجي وراه فعل مجرد. يعني فعل مجرد شنو؟ ما بي اي ان جي، ما بي اس، ما بي اي دي، فعل مجرد خالي من النظام. اخذها تا 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 تاخذها الدول كواي الصيني اللي بيها الشاي، وجيبي لي مي بارد من العطش. يلا ناخذ مثال. قبل ما ناخذ مثال، شنو الدلالات مالت المضارع؟ مو البارحة اخذناهم الناو، هاي مضارع، وعندك كلمة إبري. نص التلفزيون هناك. هذا تو داي. إبري ويك، إبري داي، إبري مات، وعندي كلمة تو داي. التو داي ما تجي، قليلة هاي تو داي. At the present time. At the present, at the moment. هذا إنه ما يجي، إنه أكثر شيء يجي هاي every day, every week, every month. واضح؟ إن هذا هاي القاعدة مالت المضارع البسيط. ناخذ مثال. وضحت؟ راح أبقي هاي ما أمسحها حتى نرجع لها. هيدا شوية. أستاذ أنت ده تسجل اليوم؟ والله مسجل، فاتح تسجيل، والصوت مالكم كله يطلع. الصوت كله يطلع. أستاذ بس شوية دير بالك علينا بالخط. صار والله ادري. يلا واضح، راح اقول شي بلاي تنس ناو، اجابه على هاي الجمله ماضي لو مضارع. الجمله مضارع، شلون عرفتها؟ لان عندي ناو، الفاعل مفرد لو جمع الفاعل مفرد. اذا الفاعل مفرد شي جوارا، راح اقول شي بلايس، فعل مضاف اليه اس زائد تكملة الجملة. وضحت؟ اجي انفيها. المضارع البسيط بيش انفيه؟ انفيه بالدو. واضح؟ والدو راح ينقسم الى داز مفرد ودو جمع. واضح؟ الداز مفرد، ام الاس يعني مفرد، والدو جمع، والضمير اي ياخذ دو. زين، راح اجي انفي، راح اقول شي انفي هاي الجمله، شي مفرد لو جمع، دو لو داز، الداز قلنا جمع، الداز مفرد والدو جمع، راح اقول دازنت. تعرفون تنفوها. والبليس شو تصير؟ تصير بلاي، ترجع مجرد. ليش؟ لان الاس اخذتها الداز. واضح؟ شي دازنت بلاي. اجي اسويها السؤال، ساعات تصير راح تصير الفاعل، بيجي اسوي سؤال همين بدو، مو همين اسوي سؤال بدو، لان المضارع بسيط ما عندي فعل مساعد انا اجيبه. من تشوفون هي الجمله ما بيها فعل مساعد، ما بيها از، ما بيها ار، ما بيها ام، ما بيها وول كود شول شود، ما بيها فعل مساعد دو، ما بيها. انا مضارع بسيط، اذا هو الدو، هاي بدو. راح اجي اسوي سؤال، راح اقول داز
قدم الفعل المساعد الفاعل she play. ليش play؟ لان الاس اخذتها الداز، ما يصير. واكمل الجمله واخلي علامه استفهام. ناخذ مثال اخر، راح اقول ساره go to the school every day. الجملة الماضية ولا مضارع؟ الجملة مضارع. شلون عرفت؟ لان عندي بيها every day. الفاعل مفرد لو جمع؟ الفاعل مفرد سارة، مو شي جوراها فعل مضاف اليه اس. الجو اضيف لها اي اس، اكو فعل اضيف له اي اس واكو فعل اضيف له اس قبل، واضح؟ هي فقط الجوز خاف تجيكم. اجي انفي ساره مفرد لو جمع؟ مفرد ساره دو لو داز تاخذ داز وتصير دازنت، واضح؟ والجو ترجع مجرد، ليش؟ لان يعني الاس اخذتها الداز. واكمل الجمله كمان، اسوي السؤال ساره مفرد لو جمع؟ ساره مفرد ايش تاخذ؟ داز. سارة تنزل والجو مجرد، واكمل الجملة واخلي علامة استفهام. هذا المضارع البسيط، فاعل مفرد مضاف اليه اس فاعل، بالنفي داز اذا الفاعل مفرد، بالجمع دو. ناخذ هسه جمع، مو ناخذ جمع. مثال they write story every week. الجملة الماضية لو مضارع؟ الجملة مضارع. شلون عرفت؟ عندي دلالة تدل على زمن مضارع اللي هي every week. الفاعل مفرد لو جمع؟ الفاعل they جمع، شي جوراه فعل مجرد، والرايت تنزل كما هي رايت، مجرد خالي من إضافة، الرايت نفسي لا تنزل. وأكمل الجملة كما هي، اجي انفي، بالنفي اجيب الدو، والدو تقسم الى داز ودو، داز للمفرد ودو للجمع. ايش راح اقول؟ دونت رايت. واكمل الجمله كما هي، اسوي السؤال الجمله مفرد لو جمع الفاعل، فاعل جمع، شاهد دو لو داز اخذ دو، بالنفي اخذ دونت، بالسؤال هم يندو، راح اقول do they write the story واخلي علامة استفهام. هسه الخط واضح؟ زين استاذ الصورة جاي تتأخر، ما تجيني الأمثلة بسرعة. اي نتج ضعيف. راح اخذ my friend، بين قوسين نقول فعل by a new car now. now راح اقول my friend buy a new car every شون now. شاشة واقفة، آدمن استاذة. استاذ مرة تيجي بسرعة ومرة تتأخر الصورة، ما أعرف عن إيش، نت ضعيف ما أعرف. هسه تمام الصورة موجودة. يلا اجي بقى على هالجملة،
طلب من عندي؟ صححة. وياي تسمعون؟ جملة مضافة. إيه أستاذ الصوت موجود بس الصورة واقفة. ليش واقفة؟ هسه تبدأ تكتب بدأ تطلع كتاب يعني على الباقي على ذيك على ذاك المثال مال ماي فريند. هي ماي فريند باي ا نيو كار ناو. ماي فريند باي ا نيو كار ناو. هذا نفسي تنغير. استاذ خلي صوت وانت شاشة ويرد كمل استاذ كمل. اجي على هاي الجمله، الجمله ماضي ولا مضارع؟ جمله مضارع. ليش انا عندي ناو؟ راح اقول ماي فريند، ماي فريند صديقي، مفرد او جمع؟ مفرد. ايش يجي وراه؟ فعل مضاف اليه اس. راح اقول بايز، اضيف له اس واكمل كما هي. اجي على هاي ماي فريند مفرد او جمع؟ ماي فريند جمع. الفعل ايش يجي وراه؟ يجي وراه مجرد، باي تنزل كما هي مجرد. سد الباب تعاي. زين وياي شباب؟ اي استاذ كمل. واضح. فاعل مفرد جراه فعل مضاف اليه، فاعل جمع جراه فعل مجرد. ماي فريندز جمع، ماي فريند مفرد. اقدر ان فيها؟ اي اقدر ان فيها. اقول ماي فريند تنزل دازنت. ليش دازنت؟ لان فاعل مفرد. والباي شو يصير؟ يصير باي مجرد خالي من اضافه. ليش؟ لان الاس هاي الاس اخذتها الداز. هاي ماي فريند، ماي فريند جمع، دو لو داز تاخذ دو، وان فيها اقول دونت. باي واكمل الجمله كما هي. بالسؤال اذا مفرد اقول داز، نقدم الداز على الفاعل ماي فريند واكمل الجمله همين باي واخلي علامه صفر. بالجمع اقول دو ماي فريندز همين اكمل واخلي علامه صفر. هذا المضارع البسيط. ماشي. بالجمع فعل مجرد همين مو هو من يشوفون دو وداز هذني جوران فعل مجرد وحتى الدد بالماضي. استاذ زين شلون يجي السؤال؟ السؤال شلون يعطينا اياه على هذا الموضوع؟ هسه انتم افتهمتوا غير الموضوع؟ افتهمتوا المضارع البسيط؟ هذا السؤال ايش يجي؟ راح اقول هي بين قوسين ميك a cake now. ايش طلب؟ correct صحح. correct يعني صحح، او يقول لك correct the verb صحح الفعل. حل تيجي تحل تباوع الجمله، الجمله مضارع now الفاعل مفرد. عندي قاعده فاعل مفرد راح اجحل. هسه انتم راح تحلوا هي جزء سؤال راح تحلوا. اقول هي makes اضيف لها اس. واضح؟ ضفت اس واكمل الجمله كما هي. مرات تجي هيك علي swims in the pool. الجمله ماضي ولا مضارع؟ ما انطاني دلاله، ما انطاني ناو، ما انطاني every day، ما انطاني every ما انطاني مضارع. مضارع لان الفاعل مضاف. ايش طلب هسه؟ طلب نيجاتيف، طلب نيجاتيف انفي. شلون تنفي؟ انا عندي مضارع بسيط لو دو لو داز. اقول علي، علي دو لو داز، طبعا داز. شو تصير؟ داز انت تصير عادي. والسويمز شو تصير؟ تصير سويم، سويم ترجع مجرد للاس. ما طلب نيجاتيف، طلب كويستشن. اقدم الداز علي واكمل سويم واخلي علامه استفهام. عرفت السؤال شلون يجيك؟ بالجمع هم كذلك. مرات تجي على شكل اختيارات، مثلا
أقول the cars سيارات stop بقول stops بقول stopping وانت آخر همين فهيمة تجاهلية لو أقول stopped بالماضي in the مثل أقول in the park أو in the garage park يعني في البارك park تكمل وياه ورا the park every morning ماشي راح اقول the cars stop stops stopping stopped واضح بالماضي in the park every morning اختار اجابه على الجمله الجمله اعرفها مضارع شلون عرفتها مضارع لان عندي every زين الفاعل مفرد لو جمع ما دام مضارع اذا الستوب ما تشتغل stopped واضح بالماضي هاي ماضي تبقى الستوبينج الستوبينج ايش تحتاج البارحة شرحناها مو قلنا تحتاج الى is و are و am was where مو ماضي مضارع يجي وراء فعل مضاف اليه ing مو صحيح هنا عندي is are am ما عندي هنا اذا الستوبينج ما تشتغل ايش يبقى عندي يبقى عندي stop مضارع و stops مضارع اجابه على الفاعل مفرد لو جمع الفاعل جمع ذكر السيارات اذا الفاعل جمع شي جوره فعل مجرد خالي من اي اضافه ستوبس ما تستور لو قايل ذكر السياره مفرد كان هسه قلنا ستوبس وضحت هيش تجيكم المضارع البسيط انتهى ايش راح ناخذ باست simple الماضي البسيط الماضي البسيط فاعل مفرد وجمع يجي وراء انا عندي ماضي مو عندي past مو عندي ماضي شو يجي وراء فعل ماضي الفعل ماضي لو اضيف لايدي لو شاد زائد تكملة الجملة واضح استاذ بيدل طبعا في دلالات تعرفينهن انت ما دام سالتي اذا تعرفينهن انطيني اياهم yesterday اها ago yesterday وعندي last لا ما هي ما تجي هاي ذات ذا مومنت ذات في تلك اللحظات last day last week last month هاي تجي وعندكم كلمه ago هاي دلالات مالت الماضي هاي ثابتة هاي بالماضي إذا ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي تام مستمر هن دلالات ماضي يعني ماضي هاي هي شلون يجينا السؤال القاعدة راح أعوفها لأن نرجع لها في الشرط راح أجي نفس الجملة وقلنا شي play tennis ما أخذناها بالمضارع راح أقول يسر صح جملة ماضي ولا مضارع جملة ماضي 100% لأن عندي yesterday she بعد ما عندي فاعل مفرد وفاعل جمع بالماضي هو الفاعل مفرد جمع جرى فعل ماضي أجعل play هاي أسويها ماضي أضيف لها إيدي لو هي شادة هاي أضيف لها إيدي واضح صير play وأكمل الجملة كما هي أن فيها يعني فيها اقدر بيه عندي فعل مساعد ما عندي فعل مساعد زين فعل مساعد اللي انا اجيبه الوحيد اللي هو شنو دو الدو يقسم دو داز مضارع ودت ماضي راح اقول شي didnt لان ماضي والبلاي شو تصير تصير بلاي ليش لان الايدي اخذتها did مثل ما قلت لكم الدو والداز والدت دائما يجران فعل مجرد
يعني ما بي اس، ما بي اي دي، ما بي اي ان جي، فعل مجرد قاعد. ناخذ مثال اخر زين. وي study English last night، الليلة الماضية. أجابه على هاي الجملة، هل هي ماضي أو مضارع؟ قال لي صححها correct، ينطيني يقول لي صحح هذا الفعل، هذا الفعل صحح اليوم. أجابه على الجملة ماضي أو مضارع؟ لا الجملة ماضي، لأن يعني عندي last. زين، قاعدة الماضي شو تقول؟ إذا الفاعل مفرد أو جمع يجي وراه فعل ماضي. أي فعل باللغة الإنجليزية ينتهي بالحرف واي مسبوق بصوت صحيح مو علة، صحيح. هسه البلاي، البلاي الواي ليش كان مسبوق بصوت علة مو صحيح؟ قبل ضفنا لها ايدي مو؟ لكن إذا صوت صحيح بالماضي يقلب الواي إلى آي وأضيف المقطع ايدي، راح تصير بس نقلبنا الواي الى اي وضفنا ايدي راح تصير استدي، صار الجمله ماضي. واكمل الجمله كمان اقدر انفيها؟ اي اقدر انفيها، راح اقول وي didnt. ليش didnt؟ لان الجمله ماضي. استديد شو تصير؟ ترجع لاصلها استدي، لان ما دام عندي دو داز جرى فعل مجرد، اليدي اخذتها الدن. واكمل وخلي نقطة بالسؤال، راح اقول did we study أم المجرد، لأن جبنا did، وأكمل وخلى على مصر. هذا الماضي البسيط والمضارع البسيط. راح يجينا مثال my father go went goes to the farm إلى المزرعة last week. اختار أجابه على هاي الجملة. هاي الجملة ماضي أو مضارع؟ 100% ماضي لأن عندي last week. الجو مضارع والجوز مضارع، شبقى عندي الجول ماضي مالها وينت، اختار الوينت وحصل عليه درجتي. هيش يجيك سؤال، سؤال اخر نفسيته. My father watched الو الو. وعليكم السلام، عندي محاضرة الكترونية انجز. اي انجز حبيبي. اقول له انجز، يقول له شكرا. My father watches TV TV now. أجابوا على هاي الجملة، هل هي ماضي أو مضارع؟ الجملة مضارع، شلون عرفت؟ لأن عندي now. الwatched ماضي ما تشتغل ماضي، تبقى عندي الwatch مضارع والwatches مضارع. يا هل أصح؟ أبوا على الفاعل مفرد لو جمع. إذا الفاعل مفرد جراء فعل مضاف إليه اس، واضح؟ وإذا جمع جراء فعل مجرد، واضح؟ هيك يجيكم السؤال. سؤال آخر شوية، ناخذ صيغة مال سادس إعدادي. علي بين قوسين not speak English now. هنا ما انطاني، لا قال لي correct، لا قال لي negative،
لا قال لي question ما طلع. أجابه على هاي الجملة قال لي صححها، هاي الجملة صححها. أجابه على هاي الجملة هل هي ماضي أو مضارع؟ مضارع. لكن بيا صيغة رايدها not be يعني يريدها بصيغة النفي. راح أقول علي أنا المضارع بسيط بيش أنفي؟ مو بدو مو بالداز وصير not doesn't أو don't. الداز مفرد والدو جمع، صح؟ أقول هي هنا رايد لنفي، راح أقول doesn't. والسبيك هي تنزل تنزل تسبيك مجردة وكمل الجملة. واضح؟ نفسية الجملة صح أقول راح أقول yesterday. صارت الجملة هسه صارت ماضي، تونا حليتها بالمضارع لأن عندي دلالة بالمضارع. هسه صارت ماضي، إيش طالبها؟ همين بالنفي. راح أقول علي didn't. ليش didn't؟ لأن هو عندي ماضي. speak هي مجرد خالب نيضع وكمل وخل. وضح المضارع البسيط والماضي البسيط في حالة الإثبات أو النفي أو السؤال. عرفت شلون تختار؟ من إذا يجيك اختيار أو صحح تباو عدل على الزمن. ماشي؟ ماضي ماضي، مضارع مضارع، نفي نفي، سؤال سؤال. بين المضارع البسيط والماضي البسيط اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط من تجي تنفي وتسوي السؤال تستخدم الدو. والدو راح يقسم إلى did ماضي تعرفها إذا اشتغل ماضي، والداز مضارع لكن مع المفرد، والدو جمع، والضمير I همين ياخذ دو. واضح؟ ماشي شباب؟ انتهى زمن المضارع البسيط والماضي البسيط اللي هو باليونت الثاني. نعبر إلى اليونت الثالث comparative المقارنة. المقارنة هي R ومور، كلكم تعرفون الصفة التي تكون مقطع واحد أضيف إلى نهايتها هي R، والصفة التي تكون مقطعين أو أكثر أضيف إلى بدايتها مور. راح طالب يسأل شلون أعرف الصفة التي تكون مقطع واحد؟ من خلال أحرف العلة E A A E I O U. ماكو غير تمشي وياكم من أول متوسط لسادس إعدادي. هاي هاي الكومبارت E R والمور. ER الى الصفة التي تكون مقطع واحد، المور الى الصفة التي تكون مقطعين او اكثر. من خلال اصوات العلة ذني اجا قطع الكلمة. كم صوت علة عندي بيها؟ واضح. مثل عندي كلمة لونج، هاي كلمة لونج، كم مقطع؟ واحد. ايش قلنا الصفة التي تكون مقطع واحد؟ ايش اضيف لها؟ ER. لازم تصير لونج لونجر، طويل الاطول. زين عندي بعد beautiful. beautiful جميل، كم مقطع؟ أصوات العلة إذا أجن واحد ورا واحد بالتالي E A O يعتبر المقطع واحد. صوت صحيح I هذا مقطع، F U هذا مقطع. إذا كم مقطع صارن ثلاث مقاطع. الصفة التي تكون مقطعين أو أكثر أضيف إلى بدايتها more. راح أقول more beautiful جميل، more beautiful أكثر جمالا، أو أريد أقول less beautiful أقل جمالا. less أنا خاف تجيكم واضح، هي تشتغل more، less تشتغل more. عندي ملاحظات بعد أكو. الصفة التي تكون مقطع واحد ينتهي بصوت صحيح مثل big مسبوق بصوت علة واحد، نضاعف الصوت الصحيح ونضيف المقطع إي آر. بيك إيش هذا الصيغ؟ نضاعف الجي ونضيف إي آر، لأن مقطع واحد منتهي بصوت صحيح مسبوق بصوت علة واحد. هوت حار، كم مقطع؟ واحد. بيش منتهي بصوت صحيح؟ بيش مسبوق بصوت علة؟ نضاعف ونضيف الإي آر. واضح؟ ساد، كم مقطع؟ واحد. بيش منتهي بصوت صحيح؟ بيش مسبوق بصوت علة؟ نضاعف ونضيف الياء. الصفة التي تكون مقطع واحد منتهي بالحرف واي يقلب الواي الى اي ونضيف المقطع ياء. لكي،
كم مقطع؟ واحد. ليش منتهي؟ بواي. نقلب الواي، نقلب الواي الى اي ونضيف المقطع يا ليزي. كم مقطع؟ واحد. نقلب الواي الى اي ونضيف المقطع يا هيفي. هيفي كم مقطع؟ هذا يعتبر المقطع واحد مو مقطعين، لان اجن بالتتالي. بيش منتهي؟ بالحرف واي. شو تصير؟ هيفي. نقلب الواي الى اي ونضيف المقطع. هابي كم مقطع؟ واحد. بيش منتهي؟ بالواي. نقلب الواي هذا، نقلبه الى اي ونضيف المقطع يا. لاحظ الرابع، اي صفة كون مقطع واحد منتهي بالحرف اي فقط اضيف ار، مثل لارج. لارج هذا صوت الج، مو تحسبه مقطع، هذا منتهي بالي، هذا ما يعتبر صوت، واضح؟ هذا ما يعتبر صوت، هذا لارج مقطع واحد، نضيف له فقط ار. نايس مقطع واحد يصير نايسر، واضح؟ ماشي. سيف امن كم مقطع؟ واحد. هذا ما يعتبر، جاي الف صوت السيف اف، هاي نايس صوت الاس، لار صوت الج، هذا ضيف. زين اكسبنسيف هذه اكس بين سيف منتهت بإي، لكن هاي مو مقطع واحد، هذا اكس واحد اثنين ثلاثة، هذا مو أكثر من مقطع، مو مقطع واحد حتى أضيف لها آر، خطأ، أكثر من مقطع تصير مور، مو أو expensive غالي، أقول more expensive أكثر غلاء، أو أقول less أقل غلاء، هي المور والليس تشتغل سوية نفس القاعدة. ماشي. عندك تهينا، عندنا شواذ مثلا جابوها وزارية small، مو small صارت سواها smaller مقارنة. زين جاب لي good، good شو تصير؟ اكو طالب يقول لي مقطع واحد حبيبي بطل، اكو طالب يقول لك الجود مقطع واحد، مو صحيح؟ اعتبرها مقطع واحد سواها قدر، مو خطأ. اكو طالب يقول لك لا نضاعفها تصير جود، ما ادري شلون اسويها هيك، خطأ. هاي شاذة ما تقبل لا الاي ار، عفي بطل، ما تقبل لا الاي ار ولا المور، شاذة تصير بتا، واضح؟ حتى الويل. ماشي. اذن الجود والويل هذن من الشواذ، هن هذن دائما يجيبوا لكم اياهم يعني. شو تصير؟ تصير همين بتر، جود والويل يصيرن بتر. والباد، الباد هسه طالب يقول هاي هي مقطع واحد نضاف نضيف مسبوق بصوت، هاي لا شاذة تصير ويرس، ويرس سيئة الأسوأ. عندنا هذن الثلاثة دائما يجن، هذن الشواذ. زين المانيول ما تفهمت؟ اي المانيول، لا انا هذني ما جاياتكم المانيول يا جماعه، تجي هي الجود والويل والبات، هذني اذا يريدون يجيبون. شو عندكم؟ سوبر لاتيف. سوبر استاذ البات شو تصير؟ الباد ويرس. ماشي. سوبر لاتيف اي اس تي the most. بالكمباراتيف اي ار امور او ليس، بالسوبرلاتيف اي اس تي وذا موست. الصفه اللي تكون مقطع واحد اضيف لها هذا اي اس تي، الصفه اللي تكون مقطعين او اكثر اضيف لها بدايه هذا موست. عرفتوا انتم مقطع واحد شلون تكون؟ مثل عندي لونج، بالمقارنه ممكن نقول لونجر، هسه عندي سوبر لاتيف تقول لونجست، مو صحيح؟ فاست، فاست مقطع واحد ممكن نسويها فاستر، هسه تصير فاستست، نادي اي اس تي.
مو كنا نقول بيك نضاف ونضيف يصير بيجر، هسه عندي سوبرلاتيف نضاف ونضيف اي اس تي بيجست. هوت مو كنا نضاف ونضيف اي ار بالمقارنه هوتر، هسه نضاف ونضيف اي اس تي. نفس الملاحظات فقط تغيرت من كومباراتيف من المقارنه الى مفاضل. ليزي مو كنا نقلب ونضيف اي ار، هسه نقلب واضح ونضيف اي اس تي اي اس تي. مو هيفي مو كنا نقلب ونضيف اي ار لان مقطع واحد، هسه لا هي فيست هذا لان سوبر لتر. بيوتيفول مو كنا نقول مور بيوتيفول، مو هسه عندي مقارنه نقول ذا most beautiful، expensive the most expensive، dangerous the most dangerous، وهكذا. large ممكن كنا نسوي larger واضح، هذا يصير فنضيف st، ممكن نضيف r. nice ممكن نضيف r هسه فنضيف st واضح؟ وهكذا. بالسؤال شلون تجي؟ مثل انطاني useful هذا مقطع وهذا مقطع، مقطعين شو تصير؟ the most useful مو؟ زين جاب لي هاي useful سوا هذا most useful، جاب لي هيفي شو تصير؟ واضح؟ هنا شو اشتغل؟ اشتغل سوبر لتر ذا موست، راح تصير هي فيست، قلبنا الواي الى ضفنا اي اس تي. ليش؟ لان مقطع واحد. لو جاب لي يوز فول سواها مور يوز فول، زين جاب لي هيفي هيفي شو تصير؟ هنا شو اشتغل؟ اشتغل مقارنة، إذن هاي تشتغل مقارنة، راح تصير هي نقلب الواي إلى اي وأضيف اي ار. هنا ما دام اشتغل سوبرلاتيف إذن هاي هيفي تصير هيفيست لأن مفاضلة. هنا اشتغل مقارنة إذن هيفي تصير هيفي ار، نفس الصفة لكن بالوزاري ركز عليها واضح، ركز عليها. بيشتغل مقارنة بيشتغل اي ار ومور حسب المقاطع الصوتية. بالمفاضلة جاب لك اياها مفاضلة هم تباع على الصفة، تشتغلها اي ار تشتغلها اي اس تي لو ذا موست حسب الصفة والمقاطع الموجودة. اللي هنا اوكي ماشي تمام استاذ، ها هي تمام. بالمقارنه مو استاذ يعني دول. قصدك يعني قصدك انه حسب المثال اللي هو منطيني اياه شلون هو حالب ايش رايد؟ مشتغل مقارنه تشتغل مقارنه، مشتغل مفاضله تشتغل مفاضله، مو انت بكيفك. احنا مو قلنا الجود والويل بالمقارنه تصير بيتا، مو صحيح؟ هاي كومباراتيف. زين بالسوبرلاتيف الجود همين شاده والويل همين شاده، شو تصير؟ تصير ذا بيست الافضل ماشي. هذا اللي تحفظونهم، خاف يجيب لكم هذا اللي مقارنه الجود والويل يصير بيتر والجود والويل يصير ذا بيست المفاضل. هاي سوبرلاتيف هاي كومباراتيف ماشي. انتهينا من هذا السؤال. هذا طبعا هذا السؤال يجي دائما، هذا الهسه اللي شرحته كل هذا يجي السؤال الرابع، سؤال رابع فرع بي دائما يجي السؤال الرابع فرع بي مهم. انت اللي جاي عندنا صيغة الذان وصيغة العاز صفة عاز. صيغة الذان
مقارن اول زائد لو از لو ار لو ام مو مقارن اول اذا مفرد از واذا جمع ار واذا اي تاخذ ام ولا اي ما تجي زائد صيغة مقارنة صيغة مقارنة شنو صيغة المقارنة؟ يعني اضيف لها لو اي ار لو مور مو للصفة زائد ذان زائد مقارن ثاني هاي صيغة الذان يا صيغة صيغة الذان صيغة الاز از مقارن اول زائد لو از لو ار لو ام يجي وراه النات يعني ازنت ارنت امن از صفة از زائد مقارن ثاني هاي قاعدة تحفظوها واضح؟ شلون يجيني السؤال؟ وزاري A beer is الدب طبعا bigger أكبر than a wolf الدب أكبر من الذئب هنا بيش نطاك إياها نطاك إياها بالذان أوتوماتيكيا إذا قال لك حل إياها بطريقة أخرى أريدها بطريقة أخرى ما دام حالها بالذان إذن أوتوماتيكيا يريدها يريدها بالآس آس واضح؟ مرات يطلب بين قوسين يقول لك سوي إياها بالآس آس ماشي؟ شلون تجي تحل؟ استاذ واذا ما طلب بالاعداد نحل بطريقه الذان هي بالذان نطيت اياها يا بنت الحلال ليش انطاك اياها هسه بالذان بالذان يعني حل بالطريقه الثانيه لازم تحلينها بالعزاز اذا هيك اجى السؤال هسه راح اعطيك مصير مال الاسئله شلون تجي شلون تجي تحلينها اول ما تجيبين هذا ورا الذان هذا مقارن راح يصير اول راح تجيبينه تخلينه هنا راح تقولين اول القاعد الذيب مفرد لو جمع طبعا مفرد شاخذ از ايش يجي وراها ازنت از نوت شو صعد ثاني فوق يصير ازنت از از هنا مولد من عند الصفه رجع لي اياها الصفه بيجر شاد تصير؟ قاعد تصير بيج رجعتها صفه هي هسه صيغه مقارنه كومباراتيف مو صحيح؟ رجعها صفه لاصلها تصير بيج هذا استاذ راح يصير مقارن ثاني ابي استاذ زين ليش ازنت؟ مو هي القاعده مال ازنت هي هاي قاعده واضح؟ ليش ازنت؟ لان الولف مفرد اجى وراه ازنت معناها الدب اكبر من الذئب مو الذئب اولف ازنت الذئب هو ليس از بيج از بير يعني كالدب يعني هو مو اكبر يعني من الدب ليس اكبر من الدب مثال اخر يعني استاذ اذا اعطانا از از ننفيها ايه شنو اذا از از اذا انطاك اياها بالذان ترجعينها بلا اس راح اعطيك مصير كلها استعجلوا اللايون الاسد از فاستر اسرع ذان ابير من الدب مو بيش انطاك اياها بالذان ما دام انطاك اياها بالذان اذا اوتوماتيكيا انت بدماغك راسا تحلها بالازاز تحافظ قاعده الازاز صار تسوي هذا راح يكون مقارن اول راح تجيبه تخليه هنا راح تقول appear مفرد لو جمع طبعا مفرد لو قايل بيرز الدببه كان قلنا جمع ايش تاخذ؟ راح اقول is not as as صيغه الازاز هنا يريد الصفة الفاستر مقارنة رجعها الصفة شو تصير؟ ف
fast. استاذ الصورة واقفة. آدمن استاذ الصورة واقفة. هسه اجت هي استاذ ما ادري ايش تتاخر نت يمك ضعيف نت يمنا ضعيف ما ادري انا يمي دا تطلع والله يمي والله يمي انا يمي لان نهايه الشهر وهذا نهايه الشهر تعرفون كلكم ما هاي يقوم الانترنت يمسلت حلوه هاي مال كانت يمسلت إذا أعطانا بالذات وكرر الجملة الثانيتها بالذات أو خلالة آر بدون ما منفية يعني هناش أسوي له دقيقة خلي كمل جايش لا أستاذ يعني إحنا لازم نسويها نفي لازم إيه لازم إذا هي الصيغة مد من فاتح المايك طيب سأقول راح أقول as alone زين خليكم ويا خليكم ويا لأن راح تغير الصيغة مالت السؤال تبو جاي أمي سؤال آخر إيش راح يقول big كبير عكس small مو راح أقول cows الأبقار are bigger than goats مو الابقار هي اكبر من الماعز بيش انطاني اياها انطاني هنا قال لك يوز راح اغير صيغه السؤال راح تولي فوق النار قال استخدم لي يوز سمول صغير هنا مقارنه مو بيك سواها بيجا اسمول شو تصير تصير سمولر مو شو اقول جوتس هذا راح يكون مقارن اول راح اقول جوتس از قال لي استخدم لي السمول هنا ما راح انفي ليش انه هو انطاني الصفه ما انطاني بيجا انا اجيبه هنا ما تنفي راح يصير سمولر واضح ذان ما تستخدم الازاز كوز الابقار الابقار ار بيجر ذان جودز الابقار هي اكبر من الكوز اكبر من الماعز الماعز عشان كاتب جود جودز طبعا هي جمع ما تاخذ ما تاخذ از جوتس تاخذ ار جوتس ار الماعز اصغر من الابقار الابقار هي صحيح؟ اي هاي صحيح كوز الابقار هي اكبر من الماعز اجي ايش راح يصير؟ هاي راح يصير مقارن ثاني هنا استخدمت الاز از ما استخدمت الاز از ليش؟ لان ما يحتاج بعد لان انطاني صفه تريد تستخدم الاز از عادي تقدر تستخدمه ايش راح تقول goats are as small as cows الماعز هي اصغر من الابقار عادي ماكو اي اشكال هنا ما سويت مقارنه ليش ما سويت كومباراتيف ليش لان جبت الاز از وما نفيت ليش لان هو انطاني هاي الصفه قال لي استخدم الصفه تريد تتحلها بهاي الطريقه صح تريد تتحلها بهاي الطريقه صح ماشي اذا انطاك الصفه مثال اخر انطانا مثلا ناخذ نقول علي is taller than أحمد علي هو أطول من أحمد إيش قال استخدم use tall لي short مو
استخدم الصفة شورت. تريد تحلها بالدان وتخليها مقارنة، التول تصير علي، سوري جيب هذا المقارن احمد، احمد مفرد از ناشن طاني، طاني شورت مو جبت هذا المقارن، صار تصير شورتر ذان تنزل ذان علي، يعني احمد اقصر من علي، علي اطول من احمد. تيجي تحلها بالذان عادي لان طاق صفه، تيجي تحلها بالاز از هم صحيح لكن ما تخلينا فيه. ايش راح تقول؟ احمد از از لان مفرد شورت از علي، واضح ما خليتنا فيه، يعني احمد هو اقصر من علي عاد ما في اشكال، واضح؟ ننطي مثال اخر، جابوها وزاريه تابلتس، تابلتس التابلتس اقصد بها العواميد مال الهواتف الارضيه سابقا، ار مور اكسبنسيف ذان فونز. التابلتس اقصد بها الهواتف الارضيه، طبعا هي غاليه، يعني هسه اذا واحد يسحب خط ارضي من البداله للبيت مالته تكلفه 5 ملايين 10 ملايين مو صحيح؟ يقول لك التابلتس الهواتف الارضيه، الاعمدة مال الهواتف الارضيه اكثر غلاء من الفونز، طبعا بال 5 ملايين تاخذ لك فد يمكن 50 جهاز سامسونج، مو صحيح؟ زين، فيجي قال لك سوي لها مقارنه، ليش نطاها؟ نطاها بالذان اوتوماتيكيا انت تحلها بالاز از، راسا تقول هاي فونز، تجيب هنا تجي تحل، راسا تقول فونز، والفونز تعرف هي جمع، شو تصير؟ ارنت، لازم تقول ارنت، از، از، هذه مو صيغة مقارنة، رجعها صفة، تصير اكسبنسيف، اكسبنسيف، واضح؟ هاي راح تصير تابلتس، تابلتس حل. يقول لك الهواتف هي ليس اغلى من الاعمدة الهواتف الارضية، يعني ارخص من الأدوية. ماشي، ما اخذنا بالعز عز تبو جاي، ليش انطاك اياها هسه؟ انطاك اياها بالعز عز مو صحيح؟ طاها بالاز از، اذا اوتوماتيكيا ما دام انطاك اياها بالاز از، هاي الاز از اوتوماتيكيا انت راح تحلها بالذان، واضح؟ نفس العمليه، راح تقول تابلت، شيل الار، راح تقول تابلت ار اكسبنسيف، هسه راح نشيل الاز از، على بالذان لازم تحتاج الى مقارنة، تقول مور اكسبنسيف ذان فونز، واضح؟ هي عملية معكوسة، انطانيها بالاز از اذا يريدها بالذان، انطاها بالذان اذا يريدها بالاز از، بكل الاحوال هو المقارنة بالاخير راح تجيبها تخليه بالبداية، اذا انطاك صفة يعني عكسها مثلا tall small short expensive cheap رخيص انت تستخدمها حسب القواعد. اف الشرطيين استاذ سؤال جواب، اذا ما انطينا عكس الصفه، يعني مثلا الطالب ما يعرف الصفه شنو عكسها هذه،
ويحل يكمل الحل مالته. بعد احسن بعد احسن اذا ما أو. اذا ما انطيت الصفه يعني ما راح يدوخك، بيش انطاها بالدان اذا نحليها بالاز از وانفي. انطات جاها بالاز مثل اذا اعطاني اياها مثلا اعطاني شورت واني لازم اكتب عكسها واني ما اعرفها ما شنو لا الصفر يعتبرها صح ما لا 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 ما ينطيك هيك. هو انت ما مطالبه بالعكس، انت تجيك باعي قصدك هيك مثلا أمل إز تولا ذان مريم مريم مو أمل هي أطول من مريم، هنا ما انطاك صفة يعني قصدي غير جملة ما انطاك صفة يعني التول يريد شورت. أنت ما مطالبة أي استاذ بالضبط أي بالضبط أنت مطالبة بالذان، بيش انطاك اياها بالذان، اذا اوتوماتيكيا يريدها بالازاز صح. تصير هاي مريم، عجبين مريم بالبدايه مريم مفرد تصير از، لازم تسوينها از انت، لازم تخلين از واز التولر مقارنه هنا يريد صفه بين الاز از، هنا كومباراتيف كومباراتيف هنا يريد بالاز از صفه، الذان تحتاج الى مقارنه والاز على صفه، اذا اقول تول امل واضح امل هي اطول من مريم، مريم ليس اطول من امل. هنا ما مطالبه انت تسوينها شورت، ما يريد من عندك حتى ما تدوخين، لكن اذا يريد هو مثلا هنا في هذه الجمله جيد جدا. اليوم شفت احد الطالبات مالتي مسوي علي شو اسمه تريند ما ادري شو اسمه، مو انا دائما اذكر جيد 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 راحت بعد ما اسمعها جيد. المهم هنا هسه يقول لك بين قوسين طبعا يوز شورت او ينطيها، تريدين تحلينها بالاز از تريد تحلينها بالدون وياي تريدين تحلينها بالذات توقينها عادي تقدرين تجيبين تقولين مريم از هنا بعد هو انطاك اياها از شورتر ذان أمل هي أطول من مريم إز هي أقصر من أمل. إذا تيجي تحلينها بالأز أز ما أدري من فاتح مايك جايبون بذان ماشي أستاذ. إذا أعطانا الصفة يقول استخدموها بين قوسين يعني الحل بكيفنا؟ لا هاي استخدمي قالك استخدمي الشورت هسه مو بكيفك، قالك استخدمي الشورت عوف التول واضح؟ يعني عادي حل بطريقة الذان لو بالاز از اي تجي تحلين بالاز از تحلين بالذان، هسه انت ايش حليتيها؟ بقيتيها بالذان لكن قدمتي هذا المقارن صار ثاني. هي مو يقول لك امل از تولر دان مريم، امل هي اطول من مريم، اي سوي لها بالشورت يعني من القصيره طبعا مريم، راح تقول مريم از شورتر مريم هي اقصر من امل. امل اطول. اي سؤال هذا يا جستاف؟ السؤال الثاني فرع اي وزاري ويجيكم هذا استاذ. والنفي الازنت بس ويا الازاز؟ اي لا 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 الذان ما تجي نفي، العفو الذان ما تجي نفي، فقط الازاز تجي لو ارنت لو ازنت. اذا ما انطاك صفه ذاك الوقت تستخدم الازنت ونفس المقارنه ترجع للصفر. تمام سؤال وزاري اجا.
Iraq is from than London. مو انطاني جرين وانطاكم جرينر وانطاكم از جرين از. تعال 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 ماي لا تترسي الجلاس. ناش اختار؟ اختار الجرين. لو اختار جرين كلينر ثاني اختار از جرين كلينر الآز ما تجي إياها الجملة مثبتة مو منفية ما تجي الآز بهذان جرينر عافية very good. ما دام طاني هاي الجملة محلولة قالك اختاري شوفي الذان تحتاج إلى مقارنة ما دام عندي ذان الآز آز مو مقارنة هاي المقارنة وهاي جرين مو مقارنة إذا أقول جرينر ها جابوها نصا وزارية لو تابين هيك لندن مثلا او اراك نفسيته ازنت فراق اراك هزي شا اختار از ام الاز از لان عندنا نبي اه اقول از واضح جرين صفة از ها جابوها نصا يا أمي جملة فاعل يعني راح ناخذ فاعل إيه فاعل زائد يوز تو بي نقطة البي واحد التو اثنين اليوز ثلاثة والفاعل أربعة تيد تحسبه هيك هيك تيد والفاعل واحد اليوز اثنين التو ثلاثة والبي أربعة شلون تحسبها أحسبها يعني أربع مقومات تستخدم موضوع اليوز تو بي واضح يوز تو شلون تجيك بالامتحان بالسادس اعدادي شوية صعبونها عليهم واضح لكن انت تجيك على شكل اختيار الاختيار انت هنا من هذا الجملة من هاي القاعدة انت لازم تتكون اربع مقومات باليوز تو حتى تكون كاملة الفاعل واليوز والتو والبي مثال وزاري وجا كالعادي واضح عرفت الفاعل يوز تو بي شقال حله از نقول مور بيوتيفول مثال ات فراغ نقطة it used to لو قول used to لو قول used to be يا هلا اخت هاي جابوها وزارية اول ما اجي الحلة is more beautiful اكثر جمالا used to يعني يقولك يعني من قبل الحلة هي أكثر جمالا من قبل يعني كما كانت قبل يعني هسه هي أحلى مثلا راح أجي أول ما أجي أقول it used to عندي الات إذن ما تشتغل هذه ولازم تحتاج إلى بي هاي ما عندي بي أقول used to أي ممكن it used to زين البي وين لو أقول إذن همين ما تشتغل أقول it هذا الفاعل use to be لا أقول used to be الفاعل زين أستاذ شو ذان ماكو أي عافية والله صحيح ذان هاي الذان قبل الفاعل ما
ماشي؟ نسيته نسيته عافية. أنت تجي بس فراغات؟ أها عافية بس فراغات. ناخذ مثال آخر. راح أقول life الحياة is easier. مو هي easy؟ مو هي easy أسهل؟ أسويها مقارنة. نقلب الواي إلى I، مو صحيح؟ ونضيف ER. easier than فراغ B. شا أقول used to، لو أقول it used to، لو أقول used to be، شا أختار؟ ورا الذان لازم عندي فاعل، هاي الذان لازم يجيني فاعل. هذا الصورة. أول الصورة. إيش بيها الصورة، حلوة مو حلوة؟ ماكو. أي أسف لا. ماكو إيش أسوي؟ عندي النت مو قلت لكم أنا نهاية الشهر، وأنتم مارين بيها. أيوة عاد نهاية الشهر النت مالته يقوم يمسلت. أي صح. يخلصون السنتات مالتك. المهم. لايف الحياة إيزر ذان، ورا الذان لازم عندي فاعل، ورا الذان لازم عندك فاعل. راح أقول يوز تو ما تشتغل. عوف الثانية أقول يوز تو بي، عندي البي ما تشتغل. شو بقى عندي؟ بقى عندي إت يوز تو. راح أقول إت يوز تو الفاعل واليوز والتو والبي، أربع مقومات. وهاي تجيكم على شكل فراغات، خلاص عليها درجتين بالامتحان. ماشي؟ واضح؟ واضح استاذ. واضح كلامك بعد ما يحتاج تتعذب. ايه تبو جاي. خلصنا من المقارنة الكومباراتيف. السؤال الرابع والسؤال الثاني اختيارات، صح؟ ناخذ اف. ما راح اطولكم بالاف، هاي اف الشرطيه عندكم بيها حالتين، الفيرست وعندكم السكند. الفيرست يعني الاولى، والسكند عندكم الثانية. واضح؟ الاولى عباره عن جمله مضارع، والثانيه عباره عن جمله ماضي. ماشي؟ عندكم حالتين من اف الشرطية. الحالة الأولى عبارة عن جملة مضارع. بداية ملاحظاتنا أو شرحنا اف الشرطية المضارع البسيط والماضي البسيط. خلي ببالك اف الشرطية راح تجيك جملتين، جملة مضارع بول، جملة ماضي بود. استاذ بس سؤال قبل لا تبدي. هي فيرست وسكند، مو اكو بعد ثيرد؟ حالة الثالثة؟ عافية، الثيرد مو لك، مو للثالث، للسادس. هذه هي الزيرو والفيرت والسكند والثيرد، أربع حالات بإف الشرطية. الزيرو والثيرد بالسادس إعداد تاخذوها. واضح؟ استاذ؟ إي قول. أنا سادس. أنت منه؟ طيب وياكم يعني مكمل كل ظني إنه هذا سادس. لا لا عادي 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 عادي، هذا اللي شرحته ترى كلن عندكم، كلن انا جاي اشرح للسادس. اريد اقول يعني المواد نفسها، بس البارحه اتذكر انا شرحت التثاب، اليوم عدت هذني قلت ما ادري ما بطوله. اي لا نفسيتي يعني انت سادس مو؟ ايه لا هسه هذا المواضيع اللي شرحتها هسه بهذا الماضي البسيط والمضارع البسيط هي كلها موجودات عندنا، الكومباراتيف كلها عندكم. حتى هذا المثال التوني حليته اللايف از ايزير ذان، هي ترى هاي بصف سادس اعدادي. لا حبيبتي هذول ثالث، السادس ياخذ نفس الماضي. سدي لي الباب خلينا نصير تلفزيون. ماشي انت وجاي. ماشي. اف الشرطيه عندنا بيها حالتين، بالثالث بالسادس عندكم الزيرو والفيات والسكند والثيات، اربع حالات. إذا ضبطت الماضي البسيط والمضارع البسيط انحلت في الشرطية، راح ناخذ الفيرست. الحالة الأولى عبارة
اف زائد جملة مضارع، أضافت جملة المضارع كوما فاعل زائد واو زائد العفو. زائد ويل فعل مجرد او نقول تكمله، يعني هو الول والود والكان والكوت هاي طول حياتك يجي وراها فعل مجرد. شنو دو والداز والديد يجي وراها فعل مجرد، الول والود والكان والكود هذا اني هم يجي وراها فعل مجرد ثابت. سادس اعدادي، ثالث متوسط، رابع، خامس، هي تجيك كالاتي، ينطيك وحده محلوله وحده ما محلوله. اذا انطاني جمله مضارع ايش تحتاج؟ تحتاج الى وول. اذا انطاني وول تحتاج الى جملة مضارع. ماشي، ناخذ مثال اف هي استديز، اذا هو درس هارد بشكل جيد، هي بين قوسين باس ذا اكزام، اجتاز الامتحان. ايش عندك موضوع؟ عندك موضوع في الشرطية مبينة، انطانا هاي محلولة اف هي زين، انطاك هاي محلولة حتى بالسادس اعدادي وين ما تمشي انطيك وحدة محلولة وحدة ما محلولة، وهاي ما محلولة تريد احلها، اجي استنتج الحل حتى اقدر احل هذه. هاي الجملة ماضي لو مضارع؟ الجملة تقول مضارع. مضارع 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 انا افهمني اي اس الفاعل وقالبين الواي الى اي. اها هي هاي جملة مضارع. اذا جملة مضارع ايش تحتاج؟ تحتاج الى اول وال. لا اقول الفاعل اللي هي نزل شي جورا وال والباس هي تنزل مجرد خالي من اي اضافة. هذا الحل مالتي. ناخذ مثال آخر، أستاذ جتنا بالتمهيدي بس جتنا بالماضي، يعني نغير فقط الجو، يعني هو كاتب كوركت يعني الجو نسويها وينت. ايه هسه عندك يا مثال آخر اف ذي، لا نقول فيه حتى شوية سلبينا اف هي بين قوسين play very well، هاي ال well معناها good مو معناها well، مو معناها well. اذا هو لعب بشكل جيد هي well win ذا ماتش بالمباراة. شنطاك انطاك في الشرطية ماشي، تجي تحل. شلون تجي تحل؟ هذه ما محلول يريدني احلها، اعوفها مالي شغلة بيها، اعوفها راح استنتج الحل. هاي محلولة مو محلولة في الشرطية هاي، وهاي انطانياها محلولة، محلولة بالول، الول ايش تحتاج؟ تحتاج الى فعل مضارع، يحتاج لاس مضارع، جملة مضارع، ما دام مول تحتاج الى جملة مضارع. راح اقول هي، طبعا اف هي اذا الفاعل مفرد ايش يجي وراه؟ فعل مضاف اليه اس. هذا الحل مالتك تحصل عليه درجتين من زين. اما ننزل باقي الجملة حدنا بس لهنا نتوقف. تقولين حتى مثل جتش نقطة الرابعة ساعة تقولين place، هاي استاذ قول محاضرات السادس بس اعتمدي والله هوانك يومية محاضراتكم من 9 إلى 10 بس لان عندي ثالث بس باكر، يعني البارحة اخذتهم واليوم ان شاء الله باكر اخذتهم، بعد ما عندي شي يوم ارجع للسادس نكمل ماشي يعني ماشي
انا استغربت طبيت يعني حوالي سادس ما ادري. عادي 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 ابقى ابقى ما دام انت طاب عادي ابقى، لان هو انا جاي اشرح هسه سادس، هاي مواضيعك مال سادس. ماشي. حتى الثالث يكونون على بينه، كلها تلقونها بالسادس. الحالة الثانية السكند. الحالة الثانية. الحالة الثانية همين اف زائد جملة ماضي. جملة الماضي اضيف للفعل لو ايدي لو شاذ مو كوما. زين استاذ مرخصتك. اي استاذ اني يعني اذا اي استاذ اذا القى ار لو از لو هاز لو هاف لو اس الشخص احط انول بالمضارع يعني هاي الجملة، هاي صحيح طريقتي لو بيها اشكال؟ از ار ام ار و از و هاز و هاف و اس هاي بالمضارع احط لها ول شي اكيد صح لو لا؟ لان كلها مضارع. زين مضارع. زين اذا اجاني هاد و وير و ووز و ايدي احط لهم؟ لا 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 الوير باي 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 الووز ما تجي بما الشرطي الووز ما تجي، تجي الهاد والوير. اي الهاد والوير تجي بس والايدي والايدي صح لو لا؟ صح تخليني ود يعني هاي سامشي عليها الطريقه اطلع عليها امشي عليها رحم الله والديك استاذ. منين الناصريه؟ لا نجد. اي نجد جا عندي ولا صاحبي اسمه طاهر النجفي. اي يلا المهم فاعل ود زائد تكمله. ما دام عندي جملة ماضي تحتاج إلى ود، ما دام عندي ود تحتاج إلى جملة ماضي. المضارع مو أي يعني الول، الول هاي بالمضارع، الماضي مالها ود، هاي قصدها يعني جملة مستقبل. هذه الول هو مستقبل بالمضارع، هاي المستقبل بالماضي. الول مضارع والود ماضي، هاي يعني يقصد بيها نفس الجملة اللي أخذتها بالمضارع راح أحاول لكم إياها بالماضي وينتهي الموضوع حتى تكون بسيطة عليكم، وملايين الجمل هي تمشي هيك. مثال if he studied hard he passed the exam. ماشي انطاك اف الشرطية، هاي اف الشرطية الحالة الأولى ولا الثانية؟ طبعا ثانية. عافية من عرفت عرفنا هاي يريدنا احلها عوفها ما لي شغل بيها، اجي على هاي المحلولة، هاي محلولة بالماضي تحتاج الى ود مو صحيح؟ ود ود هي ود صار صير هي ايوه ود ونزل الفعل خالي من اي اضافه. فاس هذا الحل مالتك وبالعكس. استاذ من نشوف يعني من نشوف الاف الشرطيه احنا نروح وين الجمله التامه نشوفها يا زمن نحل ذيك الثانيه بناء عليها. اي يجوز 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 في الشرطيه هو اللي تحليها يعني هو يعطي جملتين يعني. اروح اتابع الجمله الثانيه المحلوله وين المحلوله اروح القاها. يا هالمحلوله استنتج الحل، مضارع تشتغلين والله ماضي تشتغلين ود، او بالعكس منطيش ول يريد مضارع منطيش ود تشتغلين ماضي. واضح؟ مثلا هاي الجملة واضح. لتشي عافية امان صديق محتاج لا طاقة. دقيقة هستعجلكم دقيقة. يا رب وزارية جاتكم
شفتوا ما تحبون هاي الجملة؟ تختخون عليها. عشان نجيب السماعات خلينا نقول انا. Forget it. F هاي وزارية. F I have a lot of money. I would buy a car. مو؟ إذا عندي كثير من النقود I would buy a car. كان اشتري السيارة. عندك إف الشرطية. هذه ما محلولة. يريدني أحلها أعوفها. أروح أستنتج. شن طاقم؟ طاقم الود. الود ايش تحتاج الى ماضي فقط. جت يمكن اتذكر النقطه الرابعه والجاري هيش الرابعه خامسه هيك يعني تجي تحل هذا يصير هاد مو هاي هي هاد هذا الحل مكان الهاف نحط هاد هاي هي انتهى الحل كل شيء تقولون فتقولون هاد تحصل عليها درجتين بالوزاري وزاري جمله اخرى If there frog no spiders 5000 مرة اجتكم بالوزارة هاي الجملة نصا If there no spiders spider عناكب There would more insects انسيكس يعني حشرات if there no spiders اذا ماكو عناكب راح تكون هناك الكثير من الحشرات انطاك فراغ انطاك الاز انطاك الار انطاك الو سوري اذا اكتبهم كلهم حتى تبين عندكم انطاك الام انطاك الوز انطاك الوير اخصمها لك من الاخير إذا يجيك السؤال حتى ما تدوخ حتى ما تدوخ من تشوف الود رأسا تختار الوير وير من تشوف الود رأسا تروح تختار تقول الوير واضح؟ If there were no spiders إذا لم تكن هناك حتى لو الفاعل مفرد حتى لو الفاعل مفرد مو تروح تختار الووز الووز مع المفرد والوير مع الجمع ليش اختار الوير؟ بإف الشرطية حصرا إلى جمالية الترجمة حتى تطلع ترجمة مناسبة فقط هيك كمعنى حتى يطلع معنى مرتب من نشوف الود بس تروح الوير واضح؟ إذا جتنا وود إذا جانا مفرد هم نختار وير؟ أهم تختارين وير وير؟ وير قبل الوير لا تدخون بيها من تشوفون الود وجاكم هي السؤال راس تروحون تختار يعني هيك اختيارات راس تختارين الوير بس تشوفين ود اي شوف كتبت لكم اياها بس تشوفين ود راس تروحون تختارين الوير هاي بإف الشرطية فقط انتهت إف الشرطية ما بيها شيء استاذ تجينا نفي إف الشرطية لو ما تجي بها نفي اي عادي تجي ما فيها شيء زين استاذ حتى غير جمله بس بيا ود نختار وير مو اللي هاي مال سبايدر اي عادي عادي هسه نطج تدين جمله نطج اياها ما بيها هسه نطج جمله بالنفي اف ماي فادر نوت Come, we will not go to the مثلاً نقول park to the park. If my father not come, come يعني لم يأتي. إذا أبوي لم يعني ما أجا. Not طاني not. We will not إذا أبي لم يأتي. We will not go to the park.
سوف لم نذهب إلى البارك، إلى المنتزه. راح أجي بيش نطاقم إياها، هاي يريد نحلها ما له شغل بيها، أروح على المحلول بيش نطاها. الول نات، هاي الول نات مرات تصير وونت، اختصارها جابوها وزارية لكم للثالث، للثالث جابوا از نات، واضح؟ هاي شوي طلعنا عن الموضوع، هذا يجي سؤال رابع. از نات اختصارها سواها ازنت، مثلا جاب لك هول نات، شو تصير؟ اغلب الطلاب شو يسوي؟ يسويها هول نات، خطا، مو ايش تختصر، تختصر هيج وونت، عرفت شلون تختصرها؟ مرات ما تجينا will not يعني هيج will not، تجينا won't هيج، مو will not، won't نفسيته won't. راح تجي تحل، هاي اريد نحلها مو اعوفها، اروح استنتج الحل بيش نطانيها، بالول لو بالود، والود not هيج تصير would not، شوف الود not هنا بيش نطاك ياها، اذا will not او won't، هذي هذا اني نطاك ياها بالول، يعني بالول خلينا في مالي شغل بيه. اذا شي يريد؟ يريد مضارع، مو يريد مضارع، لكن مضارع بيا صيغة، صيغة النفي، طاني not. اجي هسه if my father، المضارع البسيط ليش انفيه؟ بدو، والدو ينقسم الى دو ينقسم الى دو داز. اجابه على هاي الجمله ماي فادر مفرد او جمع؟ دو لو داز؟ مفرد 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 داز دازنت كم تنزل كما هي، هذا الحل مالتك، دازنت كم، تكتب مثل جدتك نقطه رقم 5 دازنت كم، هذا الحل. تجينا بالسؤال، وجدكم بالسؤال، تجي دائما بالسؤال، مو عندنا جملة ماضي، وعندنا جملة مضارع، وفي الشرطية، هذه ما تصير سؤال، السؤال وين يكون؟ السؤال يكون على جملة المستقبل. جملة المستقبل هي لو ول بالمضارع، لو ود بالماضي، مو؟ السؤال شلون اسويه؟ مو نقدم الفعل المساعد الفاعل؟ مو تصير هيج؟ الول والود؟ هيج تجيكم سؤال. مثال. If they gave sorry give they give، هاي الجيف، هاي الجيف، هاي مضارع الماضي مالها gave، الاي تصير اي، هذه ماضي وهذه مضارع، هذه مضارع give وهذه ماضي. if they give some money، some money، راح اقول you accept it، اجت وزارية هذه، اجابه على هاي الجملة، اولا اعرفها هي في الشرطية، مو صحيح؟ في الشرطية، لكن بيا صيغة، صيغة السؤال، أجابه على هاي الجملة، لازم أنت تعرف هي الجيف، هاي الجيف هي مضارع، الماضي مالها جيف، جيف بالآي مضارع، بالأي ماضي، إذن الجملة مضارع، إيش تحتاج؟ تحتاج إلى وول، الول ما منطيني إياها، لكن هي في الشرطية عندي قاعدة، ما دام في الشرطية تحتاج إلى وول. أجابوا you accept it، يعني if they give some money، إذا هم أعطوك بعض النقود
جاي يسألك you accept it تقبلها صح تسوي؟ احنا مو قلنا بالسؤال سؤال نقدم الفعل مساعد الفاعل راح تصير will you هذا الفاعل انزل accept it وخلى علامة استفهام هذا الحال راح اغيرها من ماضي الى من مضارع الى ماضي نفسيتي صارت هسه صارت ماضي if they gave هناك كانت give بالمضارع واختارين الول هسه عندي ماضي ايش تختار تحتاج الى would لكن بها صيغه بصيغه السؤال راح اقول would you accept it واخلي كلام واضح شباب واضح استاذ تحت ايش الشرطيه في حالة النفي في حالة السؤال في حالة التصحيح واضح اخذنا الكومباراتيف باكر ان شاء الله جاي وزاري السؤال ايه جاي وزاري جاي وزاري بس ما ادري اسال المهم استاذ ممكن سؤال ايه ممكن اسالي استاذ انا حفظت الانشاءات اللي مات اليونت الاول والثاني والثالث هذا جاي احفظ بالسابع يعني عادي اكثر شيء ذني اليونت الثاني الاول والثاني والثالث وجاي احفظ حسب الانشاء السابع الاول والثاني والثالث والسابع جيد عاشت ايدك بس الاول ما اعتقد يجي لان اجى بالتمهيدي هي مقريه هاي كل سنه اللي يجي بالتمهيدي ما يجي بدور الاول لان انتم ما عندكم انشاءات هواي انتم عندكم بالكورس الاول يونت اول انشاء يونت ثاني انشاء يونت ثالث انشاء هاي فقط فما دام جابوا استاذ انا حافظ الاول والثاني والثالث نصه اي لازم تحفظين لازم تحفظين السابع السابع او السادس ماشي اللي يريد يحفظ الثاني والثالث يحفظ السابع اللي يريد يحفظ الثاني والسابع والسادس يعني هيك لازم يحفظ لك واحد منا واثنين منا اثنين منا واحد اكو عنده سؤال ها باكر ان شاء الله باكر ان شاء الله نحاول نكمل طبعا اللفظيات والحفظيات والتعاريف والماتش والتوصيل والاسقاطات والمعاكسات والمفردات هاي كلها يعني هي شغلات حفظية وشارحينها وسهلة بسيطة فقط بس القواعد اللي عنده اشكال باكر ان شاء الله بتسير الله يعني في الساعتين زمان نختم القواعد انتهت القواعد تقريبا خلصت ما بقى بيها شيء بقى بيها مستقبل والابلجاج والهاي من السؤال ماشي يلا تصبحوا على خير ان شاء الله اشوفكم وهس المحاضرة